مكتب قائد احدى كتائب الجيش، ثلاث ابطال جندوا من سنوات: الحلاق العسكري عبد العزيز شحتوت الشهير بزيزو، صبي شيخ الحارة العسكري زكي عباس ابو النواس الشهير بترمس، بائع العرقسوس العسكري عوكل عوكل عبد الموجود عوكل الشهير بعوكل. والنهارده اخر يوم لهم في حياة الجندية، وكل واحد هيرجع لعمله الاصلي. والنهاردة تبدأ قصة فيلم حلاق السيدات. ٣٠٠ مرحبا بطل، سلام نور بوجودك. طيب روح اغسل وشك، روح اغسل وشك. المحل زي ما هو يا بابي، لم يتغير ولم يتطور ولم يتقدم. انا تعلمت حاجات في الجيش كتير قوي، من ضمن الحاجات اللي تعلمتها من لم يتقدم يتاخر. طب يلا بقى تقدم يا شاطر، والبس المرياله واستلم الشغل في الصالون. عشه الفراخ دي بتسميها صالون يا بابي؟ ما انا عايز بسميها ايه؟ عربيه يد. المكان الحقير ده ما يتفقش مع مركزي. انا فنان، انا عبقري، انا مزين عبقري يا بابي، انا زيزو. الله 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 الله، مش ده الصالون اللي علمك الصنعه وخلاك بني ادم؟ مش ده المدرسه اللي درست فيها فن الحلاقه يا ابني؟ ده صحيح، لكن مفيش تلميذ بيفضل طول عمره تلميذ، بيتغير بيتقدم الى ان يتخرج من الجامعه. وحياه ابوك بلاش انزحه وحط في الواطي. ما حطش في الواطي ابدا، لازم في العالي، فوق 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 فوق. فين؟ في افق التجديد. نعمل ثوره في المحل، تقدم تطور، نحوله من صالون للرجال الى صالون فاخر للسيدات. سيدات؟ ايوه، الست من دول بتدفع الشيء الفلاني في تصليح شعرها، بينما الراجل بيدفع ايه؟ 3-4 ساعات في تصليح عفاف. يعني طول النهار هتجمع 50-60 قرش من 10-12 عفاف. نعمه جزيله، ربنا يحفظها من الزواج. نعمه جزيله، بقى ده كلام يقوله راجل زيك اسمه مكتوب في التاريخ بحروف من الماظ. ليه بقى؟ اخترعت القنبلة الذرية؟ انت عملت عمل اعظم من القنبلة الذرية واهم من القمر الصناعي واكبر من ايه بس اللي انا عملته؟ انجبتني، خلفتني، قدمت للعالم نابغة فن الحلاقة، انجبت زيزو. يقعد بزيادة تخيب بقى وشوف شغلك تيه. اسمع مني يا بابي، فلنتحرك، الحركة دليل الحياة، ومن لا يتحرك فهو ميت ومعدوم. بلاش كلام فارغ، المثل بيقول تجري جري الوحوش غير رزقك لا بتحوش. دي امثال تنابلة، الدنيا دلوقتي اتغيرت. بالاختصار طلباتك ايه؟ قلت نقسم المحل نصين، نص الرجال ونص الستات. والله نجرب. ايوه كده، برافو يا بابي، برافو برافو. دلوقتي تقدر تقول انك انت ايها الشب ابو هذا الاسد. يا خرابي يا اختي، الحقوني، اروح لمين واقول يا مين؟ جرالك ايه؟
بتقر ليه؟ خلاص مستقبلي باع، اكل منين؟ اشرب منين؟ بطل نواح وقول لي مالك؟ صايع. صايع ازاي؟ شيخ الحارة اللي انا كنت بشتغل عنده قبل ما اخش الجيش استغنى عني وعين صبي غير. حاجة بسيطة، بلاش شيخ الحارة ده، شوف لك شيخ تاني. انا يا حبيبي معرفش في الحارة دي غير شيخين، شيخ الحارة والشيخ محمد الفقي. اشتغل صبي فقي؟ طيب وحتعمل ايه دلوقتي؟ ولا حاجة، اديني 50 قرش عشان اسافر اسكندرية. تسافر اسكندرية ليه؟ عشان ارمي نفسي في البحر. خلتني اتأثر يا شيخ، ما تزعلش، انت مش هتفضل صايع لا سمح الله. ما سامح وخلاص. انا هشغلك عندي. انت هتعمل شيخ حارة؟ لا يا غبي، هشغلك عندي هنا في الصالون. مزين؟ أمال محامي؟ مزين طبعا، حلاق. ليه؟ انت عندك زبون متغاظ منه وعاوزني اقطع لك رقبته؟ انت مجنون. ايه بس دي صنعة انا ما فهمش فيها. انا هعلمك الصنعة، انا زيزو هخليك تطلع من تحت ايدي احسن بروفيسور في فن الحلاقة. هخليك تتمرن اولا على قص شعر الحيوانات الاليفة، نبدأ بالكلب والطور ثم الحمار. الله يخلي لك والدك، روح الهي ما يقفل لك صالون. خطابك كتير وقالوا لي تستاهل درس على فولي، من بين البهايم واحد بينا هقول يا عزولي. حبيبي اهو هو خطيبي اهو. كفاية الدوشة دي. لا ولا حاجة، بسلي الزبون. لا ده مش انا، ده الزبون. اقصى عليك وعلى ملفظك، زبون قال ويا ما ديه زبون. اقبى ايه هاني؟ ما تتحركش كده لا تتعور. حاضر والله. تخلي بالك من خطيبتي ده يا استاذ زيزو، انا جايبها مخصوص عندك علشان تحلق لها حلاقه مليحه، ولا تنساش ترش لنا ضفاها بالجير الابيض بتاعكم وتغرق شعرها بالكالونيا والعطر. حاضر حاضر. والنبي يا استاذ زيزو خلصني اوان. طيب طيب، بس بيني اشوف شغلك. انا هخلي راسك تمام زي راس نفرتيتي. براوه على نفطك يا استاذ زيزو. ايوه اعملها نفرتيتي عشان تبقى نفرتيتي اتجوزت نفر رضيف. نعيمه انا عم الله عليك. خلاص يا ستي. عاوز مننا كام عاد في الراس الحريمي؟ انا عملت لها خصم 100% علشان تعملي دعايه عن ستها وحبايب ستها. كتر الف خيرك. عينيا الاثنين، ده انا هعمل لك دعايه في كل حته. ده عليها لسان على كل انش، هتخلي لك نسوين البلد كلها تطربك فوقنا فوقك. متشكر خالص. سلام عليكم. سلام عليكم يا ترمز. مع السلامه يا حبيبي. نعيم انا مقدم يا اخ. خليك بعافيه. مع السلامه. شفت بقى؟ صوابه يا ستي وهي ماشيه على شعر الوحده بيتهيأ لها انه بيضرب بيان. صحيح يا رشيد، المنايه اللي خلى كيكه العيشه كيكه من روح. مش بطال. يا انا نفسي يا ستي تخليه يوضبك مره واحده، مش هتروحي لحد غيره ابدا. طب روحي لدليل. حالا يا ستي حالا. ايه؟ انت بتجننك يا اشكال. ليه؟ ازاي تكوني زبونة نبلاء زي تاكي وكوستي وسقراط وبعدين تروحي عند حسالة الحلاقين؟ انت فاكرني عايزاه عشاني؟ امال عشان انا؟ لا يا رشيد، انا عايزاه اصلح شعر تيتي. تيتي الاموره الكتكوته يا تيتي يا توتو حلوه دي. استاذيزو يا استاذيزو، محدلت لك يا استاذيزو. ايه في ايه؟ يلا لم عدتك وتعالى معايا اوان. على فين؟ على بيت ست اشجان هانم. فضلت امدح لها فيك واوصف لها فيك لحد ما هوستها بيك، قالت لي روحي اندهي. ايوه كده، انا مبسوط منك خالص. طيب يلا جهز نفسك اوان. ترمس سيدي جهز شنطه الاكستريال. جهز يا فرج الله. ربنا يفتح لك الابواب يا جيزو يا ابني. خلاص الابواب اتفتحت على مصاريعها، النهارده هحط رجلي على عتبه الفخفخه والعظمه. ترمس ايوه الى القصر. الى القصر. عن ابنك يا اخ، خد اتفرج على الصور دي لحد ما ارجع لك. ها
الو هدى، طمنيني عملتي ايه؟ قولي لي قبله، هو جوزك عندك؟ يا حسره، هو بيقعد معايا ربع ساعه على بعضها، ده رميني زي الكلبه، الهي ينهشه كلب سعران في مصران الغليل. اطمني، عرفتلك اللي شاغل باله ومغير حاله. رسيني يا هدى، ريحيني، ربنا يريح قلبك. جوزك واقع لشوشته في حب واحده اسمها احلام، ومأجر لها فيلا في المعادي. يا كويتي يا لوعتي، يا فرحة الأعاد اللي في المعادي. لا لا، خليكي عاقلة يا أشجان. واجيب العقل منين؟ ده أنا يمكن أبات الليلة في العباسية. أنا عاوزاكي تكوني أتقل من كده يا أشجان. أنا حابة أفوت عليكي وأقولك تعملي إيه. أرفوار. قصر عظيم موبيليا فاخره. انا بيتهيألي الناس اصحاب القصر دول ناس تفيانين خالص. تعرف القصر ده يساوي كام يا استاذ زيزو؟ كام؟ يجي 80 جنيه. 80 جنيه يا شحات؟ دي صاحبة القصر هتديلي عشان تسريح شعرها على الاقل 3-5 جنيه. وانا كمان يبقى هتديني على الاقل بقشيش 10 جنيه. تحياتي يا صاحبة العصمة. تحياتي يا صاحبة السرايا. ايه اللي انا كتبته؟ مين زيزو اللي اسمه بقى؟ يا هانم انا زيزو، اسمي زيزو. انا يا فندم ابقى المساعد بتاع زيزو. اتفضل يا ابويا، لو هو اهلا وسهلا. اهلا بيك. تحبي اصلح شعر حضرتك هنا ولا في اوضه تانية؟ لا لا لا، انا مش محتاجة عشان تصلح شعري، انا عشان تصلح شعري. تيتي دي يظهر تبقى بنتها. يا فندم احنا في خدمة الانسة تيتي. انا سعيد جدا اني اضع كفاءتي الممتازة ودرايتي الشاذة في خدمة شعر الفاتنة تيتي. انت شايف ان تيتي فاتنة؟ ضروري يا فندم تكون فاتنة جدا، طلع امها. انت تعرف ام تيتي؟ وهل يخفى القمر؟ ام تيتي تبقى حضرتك. ما هو لما يكتشف يعني تناسك بس تناسك. أمال أم جلبو؟ يا صاحبة العصمة أنا آسف، أصله نظره ضعيف، مش معقول أبدا تيتي تكون بنتك وأنتي في ريعان الصبا وعنفوان الشباب. لازم أختك. أهيلي. لازم أمك. مبين طلعت وراك، طلعيهم برا. كلبة السن؟ انتوا طلبتوا زيزو عشان كلبة السن؟ ايوه. انا انتقل من صالوني بهيلي وهيل مالي عشان كلبة؟ من منبت شعري الى اخبط قدمي مشحون بالاسى والحسرة والاحتجاج. انا اخصائي في شعر بنات حواء ولست اخصائيا في شعر بنات الكلاب. مش من اختصاصي. امال من اختصاصي؟ تنس هيقوم بالمهمة هو عندي رئيس قسم البيطرة. عن إذنكم. أنا زيزو. إيه ده المنفوخة ده؟ خد! أوعى تجرحها، أوعى تعورها، أوعى تعمل لها بعد الشر يا ست هانم ما يتعور ولا يتجرح ولا تتقدم رقبته غيري أنا. إن شاء الله. العفو يا هانم. خد مسك صاحبة الصوم والعفاف علشان نحلق لها. يا ضعف يا مجروح. ودي اللي متنيلة على عينك. قبل تسريحة تعجبي اعمل لك بوك ولا ديلي الحصان؟ بصي 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 انا يا حبيبي كل الزفاف. ها ها يا لهوي ليلى، هي كم بتفهم في التسريحات؟ طب اتفضلي نقل هذه التسريحة اللي تعجبك. هيكا؟ نعم يا سيدي. ستك فين؟ في الصالون يا سيدي. الجو هادي وصافي، اعصابها هاديه ورايقه. الحمد لله. يا سلام على الجمال والدلال كله. الدلال كله ولا الناس كله يا رمضان بتاع احلام؟ احلام وات دو يو مين؟ يو مين؟ احلام العذاره، احلام المعادي والشطره. اعوذ بالله.
الله، ايه الالفاظ البذيئه دي؟ بذيئه؟ ده انا هخرب بيتك. مش من معروف مش بالبلد. بلدي لو انت لازم اخرب بيتك وافرج عليك اللي يسوى واللي ما يسواش. بعدين في ناس، في ناس. مفيش ناس، انا لازم ارتبك قدام الف ناس وناس. يا مزوره يا هبتان يا رمية متحركه. بدي الفاظ حوالي؟ يا الفاظ حجر. اخرس يا قلة قلب، يا خباط يا هلاك. العشرة الطويلة دي عايز تتجوز على ده؟ نار يا اخواتي نار بقى. نار يا حبيبي نار. عشان انت مع يا اخويا الشقر اللي قدامك قفل عليا في الجواز ونعمل كل ده. والله انا عيل لهم. هاي طمني، دفعوا لك كام؟ طردوني. طردوك؟ طردوني. عشان ايه؟ تكونشي قليت ادبك على الكلبه؟ ابدا يا سيدي. الست هانم المرسوم اتخانقت مع جوزها لانها عرفت انه بيحب واحده تانيه. كلمه منها كلمه منه قامت الحرب. حبيت اتدخل عشان افض الخلاف، فما كان من جوزها الا انه مسك عصايه وطار ورايا، حتى العده ما لحقتش المها. دلوقتي انا فهمت. فهمت ايه؟ فهمت السبب اللي خلى جوز اشجان هانم يبص لواحدة تانية. ومين اللي فهمك بقى؟ نبهتي الفياضة، ذكائي المزمن. الست دي يلزمها دكتور. مظبوط، دكتور مجانين. لا، دكتور نفساني، استاذ في علم النفس. انا ايوه، لكن انت مش استاذ في علم النفس، انت استاذ في علم الدهن، في علم الشعر. اتلهيت اتلهيت. انا هروح لاشجان هانم وافهمها الخطة الحكيمة السليمة اللي تخلي جوز ريما يرجع لمراته القديمة. أنا رجل محبة وسلام. سبتي إليها البشرة. يعني بشري ستك بحضوري. ما أعرف إيه فوت ومجد، أنا اخترت وجودي يا حبيبي. بونجور مدام. هو أنت يا مفش؟ أنا مش مفش، أنا البروفيسور زيزو. بروفيسور بروفيسور، عاوز إيه؟ عايزك. يا خبرك اسمه؟ أنت مش عارف إن أنا على زين بتصة غير؟ يا هانم، أنت مش مالي. أنا جايلك دلوقتي عشان أفتح لك باب السعادة والهوى والشباب والأمل المنشود توحي فتبعث الحب حي. ده أنت وعيتك مهببة، أنا هجيب لك بوليس الأداء. فين التليفون؟ تليفون؟ تليفون؟ ما تصوريش اني انا شيطان، انا ملاك السلام. عرفت انك تعيسه في حياتك الزوجيه، فانتدبت نفسي عشان ادلك على طريق السعاده. طب وانت مالك ومال كده؟ انا بعتبر نفسي عربيه اسعاف لانقاذ المصابين، وابور حريقه مهمته يطفي الحرائق، عشان كده انا جيت اطفي الحرائق المشتعله جوه بيتك. انا مش فاهمه انت قصدك ايه. انا هفهمك. بلغني بطريق الصدفه ان في خلاف بين حضرتك وبين جوز حضرتك لانه بيحب واحده غير حضرتك. ما تفكرنيش، ما تنفخش في النار اللي جوه قلبي. بالطبع دي حاله مؤلمه موجعه مفجعه، لكن اطمئنك انت دلوقتي بين ايدين الطبيب الشافي. انا هخلي جوزك يرجع لك هيمانه والهانه مدلح. ازاي؟ هتعمل له عمل؟ لا. هتعمل له حكام؟ لا. امال ازاي هيرجع لي مدلل؟ انا اول ما شفتك يا هانم لاحظت انك مهمله في مظهرك العام. شعرك منعش، وشك ملخبط، هندامك مش ولا بد. بالاختصار شكلك العام يسد النفس. يا اخي جابك سد نفس، حسن مرضك يا فوق. من فضلك ما تقاطعنيش. نرجع للموضوع. نرجع. لازم تخلي جوزك يعيش جو من الحب والحنان، اسقيه اكسير الهنا بالابتسامه العذبه والكلمه الحلوه، اشعريه انك ست مش فتوه. يعني ايه؟ عايزني اقطع بين رجليه واقول له شبيك لبيك خدامه ابوك بين ايديك؟ لا استغفر الله، انا مش قصدي اقول كده، بس انا عاوز اقول عميل وحنان سلاح الست الوحيد اللي يخلي الراجل يموت فيها. قولوا ست ضعفة غرقيني في بحر من الحب. والنبي كلامك حكم يا مضروب، انت ايه اللي علمك الفلسفة دي كلها؟ الزمن يا هانم، الدنيا جامعة الحياة. يجعلنا من بركاتك. دلوقتي سلميني راسك. سلمك راسي ليه؟ عايز اعمل لك تسريحة، اغير شكلك،
اعمل في وشك مرمة. الشنطة عندكم؟ ايوة موجودة، تعال وراي. شكرا. مش قلتلك ايه رأيك؟ تسلم ايديك. دي تسريحة زيزو سبيسيال نيميرو 5 ديكابوتا. اتفضل افتح ايديك. ادي 5 جنيه عشان الدكتور وادي 5 جنيه علشان الميزان. شكرا عشان الدكتور وميرسي عشان الكوافير ويوم سعيد وعمر مديد وزوج مكبل بالحديد. الى اللقاء. الى ذنب ما قلت. تمام. ده شعرك الحقيقي؟ ايوه. ومطولوا ليه كده؟ بطلوا الحاجات دي، بطلوها. شيل السجاد دي. شفا خميرة. شوف شغلك، شوف شغلك. شايف شايف. اسمع يا باليزو، باليزو. عن اذنك يا ابو الغيط، صرح نفسك. اهلا وسهلا. أنا شايف على وشك آثار معركة رهيبة. شرطك المهببة، أديني عملت زي ما قلتلي وفضلت لازقة له طول الليل، يقعد أقعد جنبه، يمشي أمشي وراه، ودلع فيه شوية وبوسه شوية لحد ما زهق مني وراح ضربني مع الودني وراح مطلعني بالتلاتة. أنا آسف، آسف يا أشكان هانم، أنا كان بودي إني أجلب لك سعادة مستديمة. أديك جبتلي عاهة مستديمة. هنعمل إيه دلوقتي؟ هنعمل إيه؟ ولا يهمك، أنا عندي فكرة. ما تقولها. انا من هنا ورايح همشي على تفكيري انا، على خطتي انا. اطلع. نهارك سعيد يا هانم. اهلا وسهلا. اتفضل اتفضل اتفضل. اقعد. انت باين عليك بني ادم شهم وانسان. من جهة الشهامة يا هانم فدا وقف ورثته عن اجدادي، واما من جهة الانسانية فرصيدي منها بحر خضم. اهو عشان كده اشجان هانم حطت عينها عليك. انا في الخدمة يا هانم، انا نصير الضعفاء. الحكاية بسيطة خالص. احلام اللي عايزه تكسب جوزي تبقى صاحبه صاحبتي هدى. اتفقت انا وصاحبتي هدى على انها تعمل حفله وتعزم فيها احلام وتعزمك انت كمان. عزومه ميمونه ان شاء الله. وبعدين؟ هدى هتقدمك لاحلام بصفتك مليونير. مليونير؟ ايوه، اصلها تحب الفلوس والمظاهر، تشمش مع الذهب وتجيبه من تحت الارض، ولما تعرف انك مليونير هترن عليك الشبكه وتحاول انها تتجوزك. ولما تتجوزني وتكتشف اني مليونير ومفلس؟ اهو هجيبها شويه وخلاص. المهم ان رشيد ما اتجوزهاش ولا بتجوزهاش. ايه رايك في الفكره المدهشه دي؟ دي مش فكره مدهشه، دي فكره متوحشه. دي فكره جهنميه، هتخيب احلام احلام، هتستهلكها، هتشعورها، هتكسر قلبها، هتقتل مصها. اه من كنا يا بنات السيده حواء، تروح فين جنب كنا الشياطين والعفاريت الزرق؟ ها موافق يا زيزو زيزو كوانزيزو؟ لا نا كوانا. لا لا يعني ايه؟ لا يعني لا. ضميري يا هاني. ماله ضميرك؟ ضميري مستيقظ صاحي مفتح عينيه. خطتكوا دي مبنيه على الغش والخداع. هتفعل 50 جنيه 100 جنيه 150. ما تحاولوش تنزلوا ضميري في المزاد، ضميري لسه مستيقظ. يا خيبه املي فيه، كنت فاكرك راجل اقدر اعتمد عليه. اتاريك حمار. حمار عنده ضمير افضل من انسان ما عندوش ضمير. يا استاذ ده انت هتعمل خدمه انسانيه. وهي دي خدمه انسانيه؟ طبعا، لان رشيد لما يعرف ان احلام سابته وراحت لراجل تاني هيندم ويحب يرجع لمراته ولو بمحلل. اقتنعت بقى ولا لا؟ لا. ليه بقى؟ ضميري لسه مستيقظ. هو انت هتعمل جريمه؟ طبعا، جريمه تزوير، جريمه احتيال. انت غلطان، هو عشماوي لما بيشنق واحد قاتل بتبقى جريمه؟ بالعكس، ده بينفذ حكم العداله. انت هتكون زي عشماوي تمام، هتنتقم لي انتقام عادل من واحده عايزه تاخد جوزي وتخرب بيتي. قلت ايه؟
ضميري لسه مستيقظ. لا ده انت تشوف لنا حل بضميرك اللي واقفين زي اللوم في الزور. هو حد خرب بيتك لخطتك المهدمة؟ انا خطتي كانت بتلعلع زي البنور لكن هي اللي هببتها. انا ملياش بخت، انا يا بعضي شانس، ملياش راجل يدافع عني. يخلصك تكتر بخاطرها يخلصك اعيش ارمله. فين الشهاده؟ فين الرجول؟ فين الوقت؟ فين الرصيد؟ فين الباب؟ لو خربت من الباب هخبط روحي للشباك. قدام عينيك قدام عينيك تروحي فين من ربنا؟ وانت تروح فين من ربنا؟ تخرب بيتها وعاوز تسيبها؟ احنا كمان لازم نخرب بيتك. قدامك حاجة من الاثنين، يا احلام يا رمضان. ها قلت ايه بقى؟ طب تعالي جوه عشان انت فاهم. ها واقفة ولا لا؟ ضميري لسه مستيقظ. نايمه دلوقتي مش وقته. ايه موافق؟ موافق بس تعالي. ربنا يريح عنك، ربنا يريح ضميرك. افضل نفسك معاه خاتم سليمان، ابعت الخاتم ده وباللي نفسك فيه. يعني لو طلبت اي طلب يتنفذ؟ في الحال نفسك فيه. نفسي افتح افخم صالون في اهم شارع في البلد واكون اعظم حلاق السيدات. وشرفك نفتح لك صالون على حسابك. ها ضميرك استريح دلوقتي؟ مستريح ونام وتغطى. يا حضرتك بوسه الحربايه. حقا لو ما كنتيش جيتي كنت زايدة منك خالص. اتأخرتي كده ليه؟ اصل كنت في سينما مع راشد بيه خطيبي. ما قلنا بلاش كلمة خطيبي هنا دي. ما تخافش يا شيري سرك كبير. بالله قولي انت عزمتي اشجان؟ لا ما عزمتهاش. عملت طيب، لان وجودها في الحفلة دي يبقى زي الضرس المسلس يعكنن على بقية الاسنان السليمة. المليونير عبد العزيز شحتوت. عن اذنكم دقيقة واحدة. شحتوت ايه؟ اهلا اهلا اهلا. شاب مصر ملاك، كم تاني يقول؟ ميرسي اكسلنس. سيفريجو تيشيبو. اعرفكم بالمليونير عبد العزيز شحتوت، اهلا هانم. انا تشرفنا جدا يا فندم. رشيد بيه. سعيد جدا. اتفضل اعرفك بالبقيه. انا ما انا عمري ما سمعت عن مليونير اسمه شحتوت، ده لازم مش من هنا. ده باين عليه مهم قوي. انا متاسف تاخرت عن البارتي لانه كان عندي شغل كتير خالص. تليفون تليفون. من المكتب، من عندي من المكتب. الو الو مين؟ بيتر. بونسوار. بتقول ايه؟ الارض؟ انت مجنون. الارض دي بالذات مش ممكن ابيعها ولا بمليون جنيه. يا عبيد هقول لك سر بس ما تقولوش لحد. الارض فيها بترول. بترول ولا بتشي لون كده. لا 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 لا. انا بعتها مرتين ثلاثه بس عشان اخليك تكسب سمسره. انما الارض دي مش ممكن. بقول لك ان فيها بترول. بترول. ولاحظ ده سر بيني وبينك. مع السلامه. تمام. سبحان الخلاق العظيم. هي هي مين؟ ملكة جمال هونولولو. ذكريات. مرة عملت لها بارتي كلفتني نص مليون دولار. كانت صديقتي. الحالم صورة طبق الأصل من ملكة جمال هونولولو. ميرسي قوي. من فضلك الأستاذ رشيد بنور موجود؟ قولي له أرجوك يكلمني بسرعة. أيوة قولي له مدير شركة المشروعات البنائية عايزك في أمر خطير. دقيقة واحدة. تليفون عشانك رشيد بيه. تليفون عشان أنا مين؟ واحد بيقول مدير شركة المشروعات البنائية عاوزك في أمر خطير. معرفوش. تعال رد عليه بس شوف عاوز إيه. ألو سيادتك السيد رشيد إزاز؟ بنور يا سيدي بنور، ما تزعلش. آسف آسف. مع ذلك يا أخي بنور وإزاز الاتنين قابلين للكسر.
اما شيء غريب، سيادتك عايز ايه؟ وبعدين بقى؟ طيب بس ما تزعلش حلمك. اسمع سيدي، انا هعرض عليك مشروع هيخليك مليونير. مشروع ايه؟ انا مش فاضي، معنديش وقت للكلام. انا سايب الست بتاعتي قاعده لوحدها. انت حقيقه ولا احلام؟ انا احلام. انا مش عاوز اصحى من النوم ابدا. انت اجمل احلام شفتها في حياتي. انت احلام السعاده الابديه، احلام الربيع السندسيه. يا سلام، انت شاعر كمان. ايوه يا هاني، انا شاعر، شاعر بالنار تتأجج وبقلبي يتعجج. يتعجج يعني ايه؟ يعني يتحول الى عجب. يا اخينا انت بقى لساعة نازل دش في كلام مانيش فاهمه، انت بتقول ايه؟ هقولك يا سيدي. بقى انا بالاختصار مدير شركة المشروعات البنائية، وانت بالاختصار صاحب شركة المقاولات البنائية، فانا فكرت ان احنا ندمج الشركتين مع بعض ونحط فلوسنا على فلوس بعض بدل ما يخش فينا البعض. فانا قلت يعني اذا كان ممكن، علشان اذا كان مثلا يبقى زيتنا في دقيقنا مع بعض، يبقى ايه رايك انت بقى يا بروش؟ نتقابل بكره نتكلم في الموضوع ده. لا 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 نو، اسمع بس يا ولد، انا محضر لك مشروع الاتفاق وهقراه لك بسرعه متناهيه. شوف يا سيدي، خد عندك مشروع الاتفاق يتكون من 4 بنود فقط لا غير. البند الاول الاصلي يحتوي على 48 بند فرعي. اسمع يا سيدي، حرف الف الف لا لا را لا را لا را لم. حياتي اللي فاتت كلها ما تساويش لحظه واحده من السعاده اللي حسيتها لنادي. انت اول زلزال زلزل قلبي، اول عاصفه حطمت فؤادي. وانت كمان اول انسان سحرني بكلامه، اثرني بدقته. يا جدع دوشت مخي، لخبطت دماغي، ولا مش فاهم منك حاجة. بند فرعي حرف لملف، يحتوي البند الفرعي على ما يحتوي فيكون المستوضح من الإفزيكلاد أفتكية تكتك بلا حيث أنفكتك. يا أخي صدعت دماغي، اعتقني بقى الله على يسيئك. أنا عايزة منك خدمة. خدمة؟ ألف خدمة، مليون خدمة. كلميني فمهجتي في يديك وأمريني فأنا عبد لديك. عايز اشوف الارض اللي فيها بترول. بترول؟ بسيطة خالص، بسيطة خالص. بترول بكرة هكلمك في التليفون واديك ميعاد عشان اوريك البترول. ده بترول جميل جميل، هوريك البترول. ياه، بقى الارض دي كلها بتاعتك انت؟ بتاعت الحكومة رسميا وبتاعتي انا وحميا. فهمت، زي ما انت كده مزين رسميا ومليونير وهميا. تمام، يلا روح شوف شغلك. بترول بترول. نرش منهم واحدة سولار. لا رخيص السولار. اوكي. يلا يلا استعجل. اوام. حاضر حاضر. اهلا اهلا اهلا. صباح الخير. يا صباح الجمال، يا صباح النور. اتفضلي. اقدم لك السكرتير بتاعي. تشرفنا. يا قهل. هي دي الارض بتاعتك اللي فيها بترول؟ اوه، دي مليانه بترول وبتزرع اللبن كمان. ما بيحب يهزر. شمي. ياه، ده الرمل مليان جاز. امال يا فندم،
اصل الارض بتعرق جاز لدرجة الناس بتجيب البابير بتاعتها علشان تعمرها من عندنا. دي لازم فيها ابار بترول هيلة. الخبراء بيقولوا ان فيها 15 بير ونص، وبين كل بير وبير 3 ارباع بير، وكل بير بيطلع في اليوم 1,000,000 طن. عندك حق. اوعى تبيعها، مش لازم تبيعها انت. هو انا مجنون؟ هو يقدر يبيعها؟ ده كان يتخرب بيته ويروح في داهية. ازاي؟ هو قصده يقول ان العيلة بتاعتي هتزعل خالص خالص. هو ده قصدي يا فندم. شيرين افندم، عندك مانع تتغدى معايا النهاردة؟ مواعيدي النهاردة يا سكرتير. لغيناها لغيناها، وما عندناش مانع ابدا ان احنا الاثنين نيجي نتغدى. اروح العربية التانية. يلا يلا شيرين. يلا. الو اشجان، اسمعي، امبارح احلام عزمت زيزو على الغدا. هي اللي عزمته. لا اطمني، خلاص دي وقعت فيه لشوشتها. سمعتي اخر الاخبار يا سوسو؟ احلام بتخرج كل يوم مع المليونير زيزو. زيزو؟ زيزو مين؟ الله، هي مش هتتجوز رشيد؟ ده رشيد هيموت من الغيظ. تصوري ما بتشوفوش ابدا وليل ونهار مع زيزو. هيبقى لك الحلاوه يا هدى لو اتجوز. انا بلغني اني هقدم لها الشبكه بكره. انا هقدم لها الشبكه. ايتها الشمس لا تغربي قبل ان تشهدي على ان حبي لها خالد كخلودك انت، بل انك تغربين ولكن حبي لها خالد لا يغرب ابدا. ايتها الشمس، في هذا المكان الذي شاف اول موعد غرام لنا، في هذه الصحراء المتراميه الاطراف التي لا اول لها ولا اخر، يسعدني ان اقدم لك شبكة الحب الصافي. والأفق البعيد المترامي الأطراف يشهد على حبي العظيم. ميرسي يا حبيبي. أنا سمحت لك إنك تحددي موعد كتب الكتاب. أنا مستعجلة أوي، مش قادرة أعيش من غيرك. إيه رأيك لو كتبنا الكتاب الجمعة الجاية؟ الجمعة الجاية؟ دلوقتي حالا. يلا. ألف مبروك يا أحلام. الله يبارك فيكي. ميرسي خالص. الناس كلها فرحانة يا أحلام. ياه. جواز العز والسعد والهنا إن شاء الله. ميرسي خالص. مبروك يا هاني. ميرسي. إحنا بقالنا مدة طويلة ما تقابلناش، أنت كنت فين؟ أنا أهلا ليلي. ألف مبروك يا أحلام. الله يبارك فيكي. يا خراشي، مالك؟ مبوز ليه؟ مكرضم ليه؟ هم حينفذوا فيك حكم الإعدام؟ صحي يا ترمس، صحي. ومين اللي صحي؟ ضمير المتألم وعمال يلعن أبو خاشك. أما مغفل مين؟ ضميرك وبيلعن أبو خاشك ليه؟ على الجريمة اللي هتحصل ليلة. شايف الفرح ده؟ مأساة. الجوازة دي جناية. يا نهار اسود، انت بتسمي الجواز جناية؟ ليه؟ هما هيجوزوك مع سبق الإصرار والتلصق؟ افهمني يا ترمس، انا غشيت احلام وفهمتها اني مليونير، وعلى هذا الاساس اتجوزتني. هي تستاهل، اهو طمع عندي بناله بيت فلا تنجز كله فيه. ابدا، انا لازم اقول لها على كل حاجة، اصرح لها بكل شيء عشان اريح ضميري. يا بني ادم بقى تريح ضميرك وتتعب نفسك، عاوز تطير منك الصالون اللي بتحلم بيه الايام والليالي؟ رنين الذهب ما يغطيش على صوت الضمير. يا اخويا بلا فلسفه بلا فقر ذكر، اوعى كلها يا بني ادم، احسن تطير منك كل شيء، واللي بنيته في سنه هتهده في دقيقه. انا ههد صرح المال عشان ابني صرح الضمير. ههد. ههد. ظاهر العريس عنده ارض فيها بترول. 15 بير بترول. ياي احلام، وكلهم بتوعه؟ طبعا. عن اذنكم انا عاوزك في كلمتين خصوصيتين. حاضر يا حبيبي، عن اذنكم. يا سلام، لايقين لبعض قوي. ده بكره هينغنخ عز.
ايوه عاوز اقول لك حاجه مهمه خطيره. خير انت تعبان؟ متوجع. ايه بيوجعك؟ ضميرك. الله حلوه دي. سايبين المعدين وقاعدين تغذوا بعض هنا؟ لا ما دي انا ما عايزه اتبارك لك. حاضر. مبروك يا احلام والف مبروك يا عريس. عقبال البكاري فرحت لك قوي. نبي عريسك دمه شربات. اتفضلي. استأذني منهم وتعالي معايا. عن اذنكم. اتفضلي يا حبيبتي. الف مبروك يا احلام. تعالي وابوسك يا احلام. الف مبروك يا حبيبتي. الله يبارك فيك. بونسوار يا سوسو. الله في ايه يا ميدو؟ مالك الليلة يا حبيبي؟ أرجوكي تفهميني وتسمعيني. أنت شارب؟ أنا مش شارب حاجة أبداً. أنت اللي شاربة. شاربة إيه؟ شاربة مقلب. لا أنت هزار غريب أوي الليلة. أرجوكي تتملكي أعصابك وتتحملي الصبر. زوجتك نفسي. زوجتك نفسي. وزيزو كذلك. وأنا قبلت زواجك. وأنا قبلت زواجك. بقول ليه؟ مش اتعشيتوا؟ مش لهفتوا الاكل؟ يلا بيتك 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 بيتك. يلا يلا يلا. ارجوكي ما تقلعيش. وانا كمان عاوز ارتاح. ارجوكي ما تقلعيش. جرالك ايه؟ مالك الليله يا زيزو؟ المزيف. احنا الاثنين ضحية. اعدائك استعملوني مخلب قط. خلوني العب عليكي دور علشان توقعي في غرامي وتتجوزيني. وانا في الحقيقة مش مليونير. انا مزيجينير. مزيجينير؟ مزيجينير يعني ايه؟ يعني راجي عفو الخلاق عبد العزيز شحتوت الحلاق. حلاق؟ ايوه يا حبيبي. انا عزيز الحلاق.
انسان بسيط فقير صفر بالنسبه لك على الشمال. انت مش بتقول ان عندك ارض فيها بترول؟ انا لا عندي ارض فيها بترول ولا ارض فيها كميس. ساحل منحط مجرم محتال. مين صلتك تعمل كده؟ واحده من صديقاتي كنت عايزه تلهفي جوزها. اشجاني مرات رشيد مش كده؟ احنا لسه على البر والمقتول موجود وانا مستعد للطلاق. مش ممكن، انت مجنون، دي فضيحه. اودي وشي فين من الناس؟ الناس هتشمت فيا، احبابي قبل اعدائي. انا ريحت ضميري امام الله وامامك ومستعد للطلاق وقت ما تحبي. الطلاق هيحصل في الوقت المناسب، في الوقت اللي يناسبني انا، يوم ارد المقلب لاشجان، يوم نسيئل منها ويومها ندر عليا اعمل الطلاق بزفه ورقص. وهنا هيكون اول طلاق يتعمل له فرح. طبعا اذنك بقى. رايح فين؟ انا في بيتنا. مش ممكن، يقولوا ايه الخدمين لما يشوفوا جوزي خارج يبتبرر في الدخله. لازم نحافظ على المظاهر، لازم نمثل دورنا كويس، لازم نبين الناس كلها ان احنا في منتهى السعاده، والا اشجان تبقى انتصرت عليا وهزمتني. يعني ابات هنا؟ طبعا، بس انت تنام في اوضه لوحدك وانا انام في اوضه لوحدي. مفهوم، يعني جواز انفرادي. ولا حتى المسي الفنجال بشفايفك تخليه احلى من الشهر. يا حبيبي اموت في كلامك الحلو ده. الله يا روح قلبي. يا حياتي. لا ده كتير، ما اقدرش امثل في الاكل كمان، الشاي نازل في زوري زي ميت النار. مش حق هتاكل غصب عنك، لازم نحافظ على المظاهر قدام الخدامين، والعريس لازم تبقى لبسه مفتوحه يوم الصباحيه وياكل كتير. صباحيتنا احنا مختلفه، العريس نام في اوضه والعروسه نامت في اوضه تانيه، تبقى صباحيه زفت، يبقى الاكل ما يتبلعش. يتبلع؟ ما يتبلعش. يتبلع؟ ما يتبلعش. انا ما اقدرش اكون كذاب، ربنا يعاقبني يوم الايام. لا يا شيخ، امال ليه كدبت عليا قلت لي انك مليونير؟ انا كنت مصمم اني اعترف لك، لكن انت ما سبتليش الفرصه، كنت مستعجله عشان تلهفي ملاييني. الطلاق رفضتيه علشان المظاهر، عشان ما شمتيش فيكي اشكان هانم. انت مش جنتلمان، ما عندكش اخلاق. انا جنتلمان غصب عنك، انت ما عندكيش كاركتير. يا حبيبي. يا حياتي، ذوقي العسل ده. ذوق انت العصير ده، ده طعم. يا سلام، بالصحة والهنا. بالسم الهاني إن شاء الله. عاوزة تورثيني قاتلة سفاحة مجرمة. أنا مجرمة يا صعلوك؟ صعلوك؟ أنا صعلوك يا 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 حبيبتي. يا حبيبي يا روح. وده هاني عاوز حضرتك على التليفون. حط التليفون هنا وامشي. ألو. مبروك يا أحلام، أنا فرحت لك قوي. أنا أكثر ما قدرتش أجي الفرح، ماما أصلها كانت تعبانة شوية. بعد الشر عندك. اسمعي، أنت وعريسك معدومين عندي الليلة. والله صبرتي ونولتي وعرفتي توقعي مليونير يا مضروبة. أوعى تتأخري. أسسوا. إشجان، خلاص يا ستي. أحلام وزيزو جايين يتعشوا عندي الليلة. وافقت والله. الظاهر هي لسه مش عارفة حاجة. اسمعي بقى، أنت تيجي الليلة تكشفي الكو قدامها قدام الموجودين كلهم وتعرفيهم بإن المليونير اللي اتجوزته ست هانم يبقى مزين. فهميني، إيه حكاية التليفون؟ دي هدى عزمانة الليلة في بيتها. فيتو، أنا أرفض. أنا عارف البيت ده كويس ومش هعتبه أبدا.
روحي لوحدك اذا كنتي عايزه. هتروح معايا. انا حاسس ان الحفله دي ستار وراها مفرقعات. عشان كده لازم نكون موجودين. يمكن اقدر اتصرف. لازم اثبت لهم ان انا لسه واقفه على رجلي. ده يبقى تزوير. ده يبقى تضليل. المظاهر عايزه كده. لازم نقدر كل دعوه سوا ولازم نخرج في كل حته سوا. مش هروح يعني مش هروح. هنروح يعني هنروح. انت مالكش كلمه. انت طرطور هنا. انا طرطور؟ حياتي يا نوع. يا حبيبتي يا حبيبتي. هيصبحش. وبعدين معاك يا سمر. انا عارفه عينك. انا قديم عليك السعاده اللي انتوا فيها. ميرسي ميرسي خالص. شنشن ناويين تقضي شهر العسل فين؟ اسبوعين في سوريا ولبنان وبعدين اطير من هناك على جوهانسبرغ وفرانكفورت باريس لندن وبعدين اسكندريه. الله كده شهر العسل ولا بلاش؟ وهتسافروا بالطياره طبعا. لا باليخت بتاعي. انت عندك يخت؟ اوه عندي اتنين. يخت عليه. حضرات السادة والسيدات تسمحولي لحظة واحدة من فضلكم. انا اشكر الظروف السعيدة اللي جمعتني بيكم الليلة في منزل هدى هاني. واني لسعيدة جدا بل وفي منتهى السعادة بتشريف العريسين السعيدين أحلام هانم وعريسها زيزو. وبالمناسبة السعيدة دي أقدم لكم مفاجأة الليلة. اسمعوا ووعوا يا حضرات السادة والسيدات. أقدم لكم الآن مفاجأة الموسم. الأستاذ زيزو. من فضلك أنا عاوز الكلمة. الأستاذ زيزو. من فضلك قلنا. أنا آسف جدا لأني حرمتكم دقيقتين اتنين من لذة الاستماع لمفاجأة الموسم. في الواقع المفاجأة دي تخصني أنا. كانت سر بيني وبين أشكال هانم وما كنتش عاوز أزيع السر دلوقتي، لكن بما إنها مصممة فهزيعه بنفسي. أنتوا عارفين إن لكل واحد في الدنيا هواية حتى أصحاب الملايين. أنا هوايتي مثلا تسريح شعر السيدات. ما تستغربوش ولو إن دي مش شغلتي، لكني أعتبر نفسي أحسن من أعظم كوافير في مصر. معقول؟ لا معقول. المفاجأة اللي كانت أشكال هانم عايزة تقولها لكم إني أنا زهقت الحقيقة من أعمال البنوك والشركات والبترول وقررت إني أفتح صالون للسيدات في الهيلتون. إيه رأيكم؟ زيزو المتكلم. لا يا مدام متأسف، دورك بعد سنة ونص.
هديك السكرتيرة لتحديد الميعاد. أول أبريل 61. ألو؟ أيوة يا مدام. Mademoiselle Laure, voulez-vous voir si Madame Bangoura est satisfaite? لا مؤاخذة، تليفون مدام كريستيان قطع حديثنا. كنت قلت لي انك عايزة تطلقي من جوزك ليه؟ عاوزة واحد يفهمني وافهمه، يقدرني واقدره، زيك انت واحلام. انا متأكدة انكم في منتهى التفاهم والسعادة. فعلا، لكن احب اقول لك ان الطلاق مش علاج للخلاف اللي بيحدث بين الزوجين، والا ما كانش حد فضل متجوز ابدا. حاولي تصلحي جوزك، ما تهدميش بيتك. مجنون ده، حينه فارغ، كل ما يشوف واحدة حلوة يجري وراها. اذا حاولي تصلحي نفسك. اعمل ايه؟ قولي بس اعمل ايه؟ لما تشوفي جوزك بص لواحدة تانية غيرك، شوفي انت ايه الحاجة اللي لفتت نظره فيها واعملي زيها. يعني ايه؟ معظم الرجالة بيحبوا التغيير، دي طبيعة البشر، الطبيعة نفسها في تغيير مستمر. صيف خريف ربيع شتاء برد حر جبال ثلوج سهول، وانت بنت الطبيعة غيري غيري نفسك. اي ست تعجب جوزك شوفي ايه الميزة اللي فيها وانقليها لنفسك. لو كانت شيك خليك اشيك منها، بسيطة خليكي ابسط منها، لو كانت بتنكت نكت، رغاية ارغي، خرصة اخرصي. لا مؤاخذة، بالاختصار انقلي طريقتها في الكلام، في السكوت، في المشي، في الضحك، في الحب، في المغازلة. ما تستغربيش، مش عيب ابدا ان الزوجة تغازل زوجها عشان تحتفظ بيه، انما العيب انها تطلب الطلاق وتهد بيتها وبيت اولادها. نعيمة يا سيدنا يا فندي. تذكر يا اخي، والله كلامك معقول، انا حضرتك. ايوه جربي، يمكن انت تنجحي. على كل حال تبي قولي لي. خلاص. ميرسي مسيو، اوروار. جو سان بري. والله يا زيزو باب النجار مخلع، عمال توصف للناس طريق السعادة وما انتش عارف تسعد نفسك، وتمل مبوز ومكشر ومرسوم على خلقتك الهم والغم والقرف العظيم. ليه؟ مانيش فاهم. لأني تعيس. تعيس؟ تعيس ليه؟ طلبت من ربنا إن يبعت لك صالون، فأبعت لك أفخر صالون في البلد، وأحسن ستات البلد بقوا زباين عندك. أنت عاوز تنهب يا زيزو؟ أنا مانيش تعيس في حياتي الصالونية، أنا تعيس في حياتي الزوجية. يا ابني دي حاجة في إيدك، مراتك من غص عليك حياتك طلقها. هي مش عايزة الطلاق دلوقتي، عايزاه في الوقت اللي يناسبها هي. ولا تسأل فيها برضه طلقها. ما أقدرش، ما أقدرش، أنا صدمتها صدمة كبيرة، وعشان اصلح غلطتي لازم انفذ كل طلباتها. يا ولا يا ولا يا ولا، اهو ده كلام واحد بيحب. والله انا مستعد اربي شنبي واحلقه تاني اذا كنتش انت بتحبك. مادموزيل ايلي، الغي ميعاد مدام مينات، اتاخرت عن ميعادها 3 دقايق و4 ثواني. مين غيرها؟ زيزو. مشكلة هاني، حط المشكلة في ايدك واقف في النهار واسمع الكلمتين اللي هقولهم لك. ايوه بقى اللي فات. ما تراس في التراس. انت جاية هنا ليه؟ اولا لفت نظري، العملة اللي عملتها في الليلة المهببة اياها تخالف الخطة اللي رسمناها في المؤتمر الثلاثي بريادة هدى. يعني ايه؟ يعني تشيل نفسك من الموضوع وتسيبني اتصرف انا زي ما انا عايز، والا اطردك من المحل واقفله بالضبه والمفتاح. هو كده انا ما يهمنيش الصالون، اللي يهمني كرامه زوجتي اللي هي من كرامتي، لازم ادافع عنها. زيزو مصمم. زيزو مصمم. طيب يا ذو الكرامه. اذهبي الى الرياح الاربع، زوجتي اولا. يا حظ
ستر على بختك يا ستي. ده انت النجفة الايده بنت الاكابر. تقع الوقعه المقدره دي ويتعمل فيك المقلب السخن ده. بس اوعي تجيبي سيره لحد يا امينه، انا من الغلب فكرتلك. ولحد انت هتفضلي مستحمله الهم والغلب ده كله؟ طب ما هتضيعي شباب الهزر يا ستي. لا تحمل ايدي يا ستي كده. اسمتك في ايدي. هو حد بيقول يا رب تعتني؟ يا هاني اعمل ايه؟ انتقمي منه، اكسري قلبه زي ما كسر قلبك. ده انت تعرفي اغنى واجمل شبان البلد. متعي نفسك، اسعدي قلبك. انت مجنونه؟ انا دلوقتي مش حره نفسي، انا متجوزه. صحيح متجوزه قدام الناس بس، لكن ما اقدرش اخون جوزي ابدا. طب ما دام كده بقى خليكي متجوزه بحق وحقيقي. سامحي جوزك وانسي اللي فات، وعيشوا مع بعض في ثبات ونبات، وخلفوا صبيان وبنات. طب والنبي ان الديدي ده ابن حلال ودمه شربات. طب روحي انت نامي يا امينه. حاضر، تصبحي على خير يا ستي. مساء الخير يا سيدي. مساء الخير، ستك فين؟ زي العادة يا سيدي، قبل حضرتك ما تيجي بخمس دقايق تخش اوضتها وتروح قافلة على المساب المفتاح. وبعدين دي مش عيشة، أنا حابة طول عمري ذوق شرف، ذوق مع إيقاف التنفيذ. يا سيدي دي حكايه غريبه خالص، من يوم ما اتجوزته تنام في اوضه وحضرتك في اوضه؟ انا ارفض انها تجعل بيني وبينها اسلاف شائكه، انا ليا عليها حقوق. ايوه يا سيدي، ما انت تقدر تاخد حقوقك منها بالمسيسه بالملطفه. عايزاني اقدم لها عريضه استرحام؟ لا يا سيدي، انا برضو اول ما اتجوزت كنا زي حالاتكم كده، قبل منيل على عينه جوزي. حسني الفاظك. قبل استاذ جوزي راح اشترى فونوغراف وحطه قدام الاوضه بتاعتي، وقعد يدور لي الاسطوانه بتاعت يا حبيبي تعالى الحقني شوف اللي جرالي. اول يوم ما سالتش فيه، لكن تاني يوم لقيت نفسي بدور على الاسطوانه بتاعت انا لك على طول خليك ليا. تصبحي على خير. انت من اهله، النبي تهديهم يا رب. حبيبي وداري باللي بيا يا اللي بتستنى عليا.
القمر الليلة جميل، نفسي أوصل للقمر. كلمني يا قمر، ارحمني يا قمر، طمني يا قمر. أنا لك على طول. أديني يا عبد. ودعي مني وطل علي وخد الاثنين واسأل فيا. ما تاخذيهوش، اصله عبيط ما عندوش نظر. طبعا ما عندوش نظر، انا عندي يا فندم. اي خدمه؟ انا عايزك تعمل لي تصريحه تشغلني 10 سنين بس كده. 20 سنه ميتشو اخدم الانسه. هو جاي من باريس يا فندم. زي ما اتعلمت الحلاقه لازم تتعلم ازاي تكلم الناس. خبير شوفها. خش يا خبير. العربي اللي جابكوا هنا التقنة بتاعتنا الليلة عقبال عندكم جميعا. والله لا تشرب ارض صوت على روح الفرق. اي عطبي عطبير شبه اشربي على روح الفرق. اشربي وانت كمان اشربي. ايه ده ده عجزون؟ ايوه العاب. اوعى كده اوعى. الله اشرب اشرب كده بلاش. اشرب يا خواجه ولا صايم؟ عارف اشرب يا خاله اشربوا ده من غير فلوس مجانا. خمير شبه وبعدين في الفضيحه دي. اشرب خمير شبه شبه. طيب انتوا انستوا وشرفتوا. يشرف مقدارك. والله انا حلفت يمين طلاق مقدم اني ما احلق دقني ليلة دخلة اللي عندك انت. وبالمره جبت العروسه معايا عشان تنظف لها راسها. دخلهم جوه في الاوضه وخلاص. اتفضلوا اتفضلي يلا. طب ده احنا هنفليكي تفليه تامه. زيزو زيزو يا لهوي البنت. طب بقى اجيلي حالا وبسرعه. جايبالك مصيبه فضيحه خلقيه. كلمي بسرعه. اتفضل بقى تعالى لم كرامتك اللي بياخدوها فمين في الواحد. وهم مين؟ المدام بتاعتك اللي بتدافع عنها اهي مع رشيد. وعرفت ازاي؟ شفتهم بعيني يا سيزيزو. عملت مباحث فضلت وراهم خطوه بخطوه لحد ما وقعوا الفار في المصيده. وهم فين؟ هنا في الاوتيل في البار قاعدين سوا يشربهم ويمزوا في صحه كرامتك. تحب اجي معاك؟ انت تترزي هنا لحد ما اجيك. ترمس. ايوه دي نجيعي. اهلا وسهلا. دي امانه في رقبتك لحد ما ارجع. سيب عوكل واحجزها في قسم الرجال. اتفضل يا سيدنا الافندي اتفضل. انا مش قادر افهمك ابدا. ناس عملوا معاكي مقلب لازم تنتقمي منهم. انا هنتقم منهم على طريقتي. وطريقة انا بطالة؟ انا دلوقتي ست متجوزة يا رشيد، وانا جيت النهاردة بس عشان افهمك كده. يعني مش هنتقابل تاني؟ بعد الطلاق معلش، لكن دلوقتي مش ممكن. في صحتك. شر. بونجور.
أنا متأسف، أظن أزعجتكم وقطعت عليكم الجلسة اللطيفة دي. مشهد ظريف. إلا قولولي أنتوا ليه ما اخترتوش البيت مكان لموعد غرامكم؟ أنت أنستنى. أنا أحب أفهمك. كتب. أوكي. أنا كنت فاكر أن العلاقة اللي بينكم خلاص انتهت، لكن يظهر بقت أقوى من الأول. ده دليل الحب المتطور. الهانم بتحبك قوي. أنستنى. أصل الموضوع كتم. أفتكر كلمة الكرامة والشرف ملهاش وجود في قامسكم. اللي عاش طول عمره في الدنس مش ممكن أبدا يقدر يستغنى عنه. أستأذن كتم اقعد. حاضر. أنتوا دلوقتي عارفين مصيركم طبعا، ما نفسكوش في حاجة؟ ما تخافش، هذا منديل، منديل عطيل، الموس في الجيب التاني. في إمكاني دلوقتي أقطع شرايينكم أنتوا الاتنين. البي هرب سابك لوحدك. تعرفي الحق مش عليك، الحق علي أنا. أنا اللي تحملت وقعتك وأطرستك السخيفة، لكن أشكر الظروف. الظروف دي أظهرتك على حياتك يا مدموزيل. أظن كفاية يا زيزو. وأظن إن الوقت مناسب عشان نتطلق. طيب، بس أرجوك تنتظر لبكرة. بكرة؟ طيب، بكرة. بكرة البينسي يدفع الحساب. يخلصك كده يا ترمس. زيزو يقف قصادي أنا ويدافع عن أحلام اللي ذبحت شرفه. اخس الله يخيبه. أنا يمرمطني بالشكل ده؟ ده جزائي اللي فتحت له صالون وخليتكوا انتوا الاثنين بني ادمين قدام الناس؟ اخس الله يخيبك. ان شاء الله تتصف نظرك ان ما قلت الحق. اي يخلصك يمرمطني بالشكل ده؟ لا ملوش حق. جالك كلام يا سيزيزو؟ ايه عملت ايه؟ خلاص بكره هيتم الطلاق. خلاص بكره هتتطلقوا؟ ايوه. بس شوفوني انا بقى محلل حالا. وعايزه محلل ليه؟ اتجوزه. اي راجل اتجوزه دلوقتي وبسرعه. بسرعه؟ وبسرعه ليه؟ عشان عدتي تبقى اقل من عده احلام بيوم اخطف رشيد منها. ما تنطقه. هو مفيش رجاله هنا؟ رجاله هنا في كراسي. عايزه راجل، عايزه راجل يا اخواتي راجل. الرجاله يا اختي احنا مالناش دعوه. زيزو يا ماما اتجوزني. لا لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. الفرار الفرار يا دي المصيبة. ومفيش رجالة في البلد؟ راجل يا اخواتي، راجل يا اخواتي. قلها يا أستاذ ترمس وأنا قبلت الزواج منك. وأنا قبلت الزواج منك. على سنة الله ورسوله. على سنة الله ورسوله. وعلى مذهب الإمام أبي حنيفة. وعلى مذهب الإمام أبو حنيفة. قولوا بامية. تفضل يا أستاذ. اتفضل. اتفضل.
يا احلام. حضر ايه اللي جابك؟ انا جاي اطلع غلطتي. بعد ايه؟ انا اسفه يا احلام، انا عارفه انك زعلانه مني، لكن هتتاكدي من حسن نيتي. انا جيت لك عشان اقول لك على خبر مهم. خبر ايه؟ اشكال اتجوزت كرمك كده بقى. هو ده المقلب الجديد اللي حضرتك موضبه لي؟ لا يا احلام، ده خبر اكيد مش معقول ابدا. اشجاني يحصل لها كده، وانت بالذات اللي تيجي تبلغيني. التليفون جنبك وتقدري تتاكدي من كلامي. استني، مش ده المهم. هما متفقين ان الطلاق هيكون بكره، المهم انك تقنعي ترمس بانه ما يطلقش اشجان. انت متاكده ان الكلام ده صحيح؟ هتعرفي دلوقتي. يا رب يكون صحيح، عشان انفي النذر اللي عليا واعمل فرح لطلاقي. ورشيد مش هتعزميه؟ مفيش داعي، انا عرفت اللي حصل ساعه حصه البار. ما تزعليش، رشيد ما كانش ينفعك يا احلام، رشيد كان بيتسلى بيكي. الرجال اللي عينهم فارعه من صنف رشيد عمرهم ما يعرفوا الحب، ما تنفعش معاه الا واحده من عينته. كلام فارغ. الو ترمز دي موجود؟ خليه يكلمني. حضرتك يا سعاده البيت، انت بتكلم مين؟ حضرتك يا سعاده البيت. انا؟ ايوه يا سعاده البيت. حلو قوي، الترمس بقى بيه. الو، ايوه انا البيت، ترمس بيه. مين؟ انا احلام. مبروك يا ترمس، الف مبروك، انا فرحت لك قوي. بتقول ايه؟ تطلقها بكره؟ تطلقها ازاي؟ حد يوقع وقعه زي دي يا ترمس ويسيبها؟ دي لقطه يا عبيط. امال ايه؟ دي ست لطيفه وبنت حلال. مش عيب يا ترمس، بقى معقول هضحك عليك؟ لا ما تطوعهاش، اوعى تسمع كلامها، خليك مثبت واوعى تطلقها. بس اسمع كلامي، وانا هقدم لك هديه تعجبك قوي. هفتح لك صالون احسن من بتاع زيزو الف مره، وقرشين من عندي كمان عشان خاطرك. اوعى يا ترمس، بقى حد تجيله النعمه لحد عنده ويرفصها برجليه. ولا يهمك، سيبها تعض في الارض، اوعى تطلقها، فاهم؟ لا 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 دي دي ده دودو ده 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 ايه؟ انت هتبتدي تغير عليا ولا ايه؟ ايه ده كله يا سترمس؟ ما بقاش الا انت كمان يا المله. انت افتكرت نفسك انك جوزي صحيح؟ يو لا، ده انا متجوزاك كده كوبري. بكره نتطلق وتبقى توريني عبد التاج. وولع شمع للحسين، والله ما انا سايبك. تعالي لي يا بطل. انا يا نادي انت والنبي خلص. اقوق معاكي، اقوق معاكي، انطم معاكي. بوسه بوسه والنبي بوسه. بكلت بيك. والله النبي يا بطل. عليك انت كده. افتحي يا
الراجل بتاع جروب جاب الحاجة يا ستي، بقول لحضرتك انزلوا هنا. طب استنيها منه ودخليها المطبخ. حاضر يا ستي. الو جولة، انا احلام. ازيك يا جولة؟ انا عزمكي الليلة عندي في البيت، بس لما تيجي بعدين هتعرفي. ارفض يا حبيبتي. انت عاملة حاجة الليلة يا ستي؟ الو، عاملة فرح. فرح؟ الو سونيا، انا احلام. ازيك يا سونيا؟ وازاي ماما؟ طب اسمعي يا ستي، انا عزمكوا الليلة عندي في البيت، بس لما تيجي بعدين هتعرفي. عامله فرح. فرح ايه يا ستي؟ فرح طلاقي. هو الطلاق بتعمله فرح يا ستي؟ ايوه، كنت نادراه يوم ما ربنا ينصرني على اللي خدعوني وغشوني. ما خلاص يا ستي، ما ربنا وقعها بشر اعمالها. ولسه انا زيزو. ما تستغربيش يا هاني، انا بكلم كل الناس. ايه ميعاد بعد شهر؟ انا اسف يا هانم، بعد 6 اشهر. اوربار اوربار يا هانم. افندم انا جاي افرح شعري عشان عندي فرح الليله. انتي حضرتك خدتي ميعاد؟ لا انا اسف، ما خدتيش ميعاد وما اقبلش المباغتات. طيب انا هنتظر شويه. يا مساء الخير يا شمس الشموس، ميعادك تمام. اتفضلي، انت نورتي. يا اهلا يا اهلا. مين الست دي اللي بتبص لها؟ دي الست بتاعتي. وسايبها كده ليه؟ اولا ما خدتش ميعاد، وثانيا هنتطلق. بتتكلم جد؟ ايوه بتكلم جد. وجاي تسرح شعرها هنا؟ ايوه، اصلها مودرن واسعه الافق، وقال ايه؟ جايه عشان تغيظني، انما انا متاكد انها هتتفرتك فيا من الغيظ. هتطلقوا ليه؟ في حاجة مهمة؟ لا، دي حاجة تافهة خالص. اتضح لها يا ستي اني مزين ومش مليونير. انا مطرحها ما سيبكش ابدا، لان المليونير ممكن تضيع ثروته، انما انت في ايدك صنعة ذهب. انت اعظم كفر دلوقتي في البلد يا زيزو. متشكر متشكر اوي. حاجة غريبة صحيح؟ لا لا غريبة ولا حاجة. انا هقولك على حاجة اغرب من كده بكتير. بس يظهر ان مراتك اتضايقت، بس الحق عليك انت بتقول حاجات تضحك. لا ما افتكرش انها اتضايقت من كده. امال من ايه؟ دي ما فيش حاجه تضايقها ابدا، دي من طينة تانية. تصوري انها عاملة حفلة الطلاق، جايبة فيها معازيم وعاملة زفة وكأن فرح. تحب الداخل يمكن اقدر اصلحكم؟ لا ارجوك، الكلمة الاخيرة في حالات زي دي للقلب يا ست صباح. هو الطلاق بتعمله فرح؟ أول مرة يا أختي اسمعها في حياتي. طيب بس يا أختي الواحدة هتقول لها إيه؟ تبارك لها ولا تاخد بخاطرها؟ لا دي ولا دي. أمال هتقول لها إيه؟ أنا يا أختي هلعب لها شفايف واللي تفهمه تفهمه. ما تقدرش تقدمني معاها دي، خليه بكرة يا زيزو. بس كده من عينيا. ميرسي قوي. أنا زعلانة قوي يا زيزو، إيه اللي حصل؟ لا
حاجة بسيطة خالص. المهم الصلاح هتقفله؟ ابدا ابدا. انا بحسب ده انا كنت اتجنن ما اقدرش اروح عند كوافير تاني ابدا. لا ما تتجننيش، الصالون برضو هيفضل مفتوح وزيزو موجود. اوعى يا زيزو احنا كلنا بنترجم. اطمئنوا اطمئنوا اطمئنوا. Monsieur Gijo, vous êtes le meilleur coiffeur. C'est très gentil de votre part. Hello. أنا متشكرة أوي يا زيزو. على إيه؟ على نصايحي الغالية. آه نصايحي الغالية. إنما عملتي بيها وفادتك؟ طبعاً. جوزك فين؟ واقف هناك. لا ده اتحسن أوي. عن إذنكم. المسؤول امشي. المسؤول فين؟ زمانه جاي تلاقيه بس بيصلي العشاء بيصلي بيصلي بيصلي. طبعاً بس عامل ايه؟ يا اختي براشتك يا ابن الرقي يا مهي. انت هنا وانا فاتحه عليك. ايه عاوزه ايه؟ عايزه اتطلق يا شيخه اصرقيني. قصاير؟ يا نهارك منيل والنبي ما طلعتني لاخلي وشك شوارع. وبعدين بقى انا يسهر هستعمل معاك الحقوق الشرعيه. يا اخي جاتك كسر حقك. ما طلعني يا ولد. ترمس مش هيطلقك يا هانم ابدا الى الابد. يا صدي ازاي ده؟ انت مش عايز تطلعني يا ترمس؟ مضرته يا ولد انت. انا وكلتها عنك. وكلتها عنك؟ ازاي ده؟ انت عملتيها لاحلام؟ ولسه دلوقتي هتكشف الفضيحه قدام الناس كلها. مفيش داعي للفضايح يا احلام. ابدا ابدا. ترمس مش هيطلقك يا اشجان ولا رشيك هيرجع لك. يا خبر اسود. رشرش. لا ما عطلتيش. رشرش اتجوز خلاص. ايوه احنا اتفاهمنا واتفقنا خلاص. ما تنفعنيش غيرك انت. اما ست احلام شريفه زياده عن اللزوم. من يوم ما اتجوزت ما قابلتهاش الا مره واحده في الهيلتون. وتيجي تقولي من فضلك ما تضربليش تليفون، انا مش هقابلك ابدا. ليه؟ انا علشان اتجوزت. شرف، علل، قرف. ايه هو ده؟ انتوا هتسيحوا مع بعض وتسيبوني غرقانه؟ خدي جوزك بسرعه في ايدك لتطلعي من المولد بلا ترمس. بجد يا عم ليه؟ هربتي منهم ليه؟ مش ده رشيد اللي كنت عايزه تتجوزيه؟ مش دول صديقاتك؟ عرفتيهم دلوقتي على حقيقتهم؟ كانت المظاهر غشاكي، لكن الدنيا مش بس مظاهر، الدنيا حب ووفاء واخلاص.